هدى منور الدنيا ليك وحشه والله. والله العظيم انت حبيبي اسمك مبروك. بتهيألي المهرجان ده ما يبقاش مهرجان اللي ما انت تبقى مبروك. حبيبي الله يخليك. ايوه ده حبيبي شادي حبيبي كمان، ومبسوط ان انا ببقى معاهم دايما، وفرصه سعيده ان انا قابلتكم كلكم. بص هدى الدنيا باظت خالص واتعدلت ورجعت ما حدش فاهمها. أيوة. انت السوق شايفه ازاي مبدئيا كده قبل ما نتكلم في اي حاجه؟ بالنسبه لايه بالظبط؟ النقابه ناس طلعت وناس نزلت وناس اختفت وناس ما احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، والحمد لله هو الموضوع يعني بقى للاحسن مش للاوحش وبس. يعني في حته انا اتكلمت معاك المره اللي فاتت عند اسلام تقريبا، وكلمنا والحمد لله اللي قلت لك يا رب يبقى مع سياده النقيب في المشوار القادم، والحمد لله طلع كويس جدا يعني. بس طيب رايك في شغل مصطفى كامل واللي بيحصل ده، هو ظبط الدنيا؟ طبعا 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 تحفه. طيب هدى سلطان الشن وازمات ودنيا في ايه؟ مع معانا؟ لا مش معاك، بس هو عموما مع مسلم مع كذا حد عادي خلافات صغيره، وان شاء الله يرجعوا تاني ويشتغل بشكوى للنقابه معلش هو بس يعني ربنا يسهل الحال وان شاء الله يرجعوا يتصالحوا تاني ونشوفوا مع بعض ان شاء الله. انت على تواصل مع مسلم على طول؟ يعني الاثنين اخواتي وحبايبي يعني. طيب ليه اعتزل وهيرجع امتى وايه اللي بيحصل بصراحه؟ ومن الكواليس تقول لي انت. ما برضه الموضوع الاعتزال ده اتكلمنا المره اللي فاتت فيه، وهو يعني ما كانش اعتزال، هو كان شويه ضغوطات كده، ورجع تاني واشتغل، ويعني ربنا معايا يا رب. تمام خد، يمكن انت من الاصوات اللي اي حد يقول له هتعمل دويتو مع مين يقول لك حدى بندق. حبيبي ايه اللي بيميزك عن اي حد تاني يا حدى بصراحه؟ لا هو توفيق من ربنا مش اكتر يعني، هو توفيق من ربنا، ويعني ربنا يجعل في وشنا القبول يا رب ان شاء الله دايما يا رب. بس حدى عايز اعرف انت بتشتغل في رمضان ولا في مطربين يقول لك لا انا ما اشتغلتش في رمضان وبلاش خيم بلاش حاجه وببعد؟ انت بصراحه من ده ولا من ده؟ يعني لا عادي يعني شغل الدنيا تمام. ساعات ساعات مش دايما يعني. حط شروط معينه في رمضان ولا خلاص عادي الدنيا تمام بتامن مفيش مشكله بالنسبه لك؟ بالنسبه لايه يعني؟ هل تحط شروط معينه ان المكان ما يكونش فيه حاجه مثلا عشان ما فيه؟ احنا في رمضان اكيد المكان ما فيهوش حاجه، لو هنشتغل اكيد ما فيهوش حاجه. لا في رمضان مش للدرجه دي يعني. طبعا بس طبعا حبيبي قلبي جاهز ليه حوده كمان الفتره اللي جايه؟ احنا لسه منزلين غنوه اهو، كان ليا حبايب واخده طابع دراما شويه، المزيكا ستايل بعيد عن الشعبي تماما، والحمد لله هي كانت 26 على العالم وفي كل الدول العربيه الحمد لله، اكتر من دوله كانت ترند هناك، والحمد لله يعني الحمد لله للناس تقبلت يعني شكل المزيكا ده مني. طب الترند بقى عزيز ولا بقى سهل زي ما حاجه تعمل حاجه تعيش؟ صح يعني قشطه لو على الترند في اي حد بيطلع ترند، بس ان انت تعمل حاجه تبقى تعيش معاك سنين فهو ده النجاح. طب رايك في الشغل بتاع احمد سعد مؤخرا؟ طبعا نجم كبير، وهو السنه اللي فاتت كان عش كل حاجه كلكم ربنا يسهل ربنا يسهله يا رب، بحبه طبعا. طب انت حاسس انك ممكن تبقى في موسم الرياض او موسم جده كده برضه بتنفسك ان شاء الله؟ ان شاء الله مش بعيد يعني قريب ان شاء الله. ليه ما تفكرش تعمل دويتو مع احمد سعد مثلا؟ ما حاجه لسه هو غيابه عليا طال والاغنيه دي قلبت الدنيا هي الشركه عندي والله ممكن يعني كلمنا في الموضوع ربنا يسهل يعني ربنا يسهل قريب ان شاء الله تشوفوني مع النجم احمد سعد. ناوي تعمل حاجه معاه؟ انا يعني اتكلمنا في الموضوع يعني احنا اتكلمنا في الموضوع بس لسه بقى ما وصلناش لحل يعني. تمام ما وصلتش لاغنيه ولا الحل عشان في فرق كده يعني الغنوه والموضوع يعني بس تكلمني يعني في شركه في الموضوع. تمام عندك حاجه تعملها في رمضان غاني تنزل حاجه دي بتاع ولا لا؟ ها ما اقول ولا تتر مثلا نقول ولا ما نقولش في رمضان؟ اضبط انت. لا 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 ابعد ابعد لا قول لي في ايه في رمضان؟ نحرق ولا ما نحرقش؟ نحرق حتى ليه يعني؟ لا مش هينفع مش هينفع مش هينفع خلينا قبلها نقول قبلها نقول خليها مفاجأة. برنامج مفاجأة؟ لا مفاجأة مفاجأة حبيبي قلبي عاشور.